اهلا لا فامي، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حضرت لكم شهيوه رائعه، تاكوس بتحضير منزلي. غتعرفوا معايا اليوم على كيفاش نعجنوا الخبز ديال تاكوس وكيفاش نحضروه من ا حتى لزيت. مرحبا بكم، بقاو معايا. بسم الله على بركه الله. اذا لتحضير العجين كنستعملوا مقادير سهله وبسيطه جدا. اولا كنحتاجوا 500 غرام من الدقيق او الفوص، يكون من نوعيه جيده، ما يعادل 4 كؤوس ديال العنبه، نصف كاس من الزيت، نصف لتر من الحليب، القليل من الملح، ملعقه صغيره سكر خشن، وخميره الحلويات بيكين بودر. اذا كما لاحظتوا معايا كنستعملوا مقادير سهله وبسيطه جدا اللي كتمكننا من تحضير تاكوس رائع. وكنبداو نعجنو على هاد الطريقه. كنمزجو الخليط ديالنا ديال الدقيق مع الملح مع السكر الخشن، كنضيفو ليه خميره الحلويات بيكين بودر، كنمزجو الكل، كنزيدو عليه نصف كاس من الزيت، وكنبقاو نضيفو الحليب بشويه بشويه حتى كيتجمع لينا العجين ديالنا، كنحصلو على عجينه لينه. من بعد ما كنجمعو العجين كندلكوها جيدا باش كتخرج لينا عجينه رطبه اللي كتسهل علينا اننا ندلكوها بالمدلك. كنخليوها ترتاح شويه وكنوضعها في بلاستيك غذائي وكنخليوها ترتاح بضع دقائق. بعد ذلك كنرشو قليل من الدقيق او الفوص على طاوله العمل، ثم كناخذوا العجين ديالنا وكنقطعوها الى قطع صغيره على حسب قطر المقلاه اللي غادي نستعملوا، حيت غادي نطيبوها في المقلاه الخاصه لطاو البغري ولي كريب. بامكانكم انكم تقطعوها الحجم اللي بغيتوا، فقط خصو يكون متوازي مع المقلاه اللي غطيبوها فيها. وكناخذوا صحن كبير او بلاطو كنرشوه بدقيق حتى هو، وكنوضعوا فيه قطع العجين ديالنا من بعد ما جمعناها على هذا الشكل. بعد المقادير اللي استعملنا انا حصلت على 13 قطعه، كنخليوها ترتاح من نصف ساعه الى ساعه. بالنسبه ليا خليتها ساعه كامله، حيت كل ما خلينا العجين ترتاح كل ما كيسهل علينا اننا ندلكوها ونلعبوا بها كيف ما بغينا. كنغطيوها بلاستيك غذائي ثم بمنديل وكنحطوها على جنب وكنمشيو باش نحضروا الحشوه اللي غنعمروا بها التاكوس. من بعد ما كنغسلوا الباذنجان كنوضعوا في اناء به ماء وكنرشوا عليه شويه الخل. الخل كنستعملوه باش كيعطينا الباذنجان هذيك القماشه ديالو. من بعد كنصفيوه كنشفوه مزيان، كنوضعوه في الدقيق والفينو على هذا الشكل، وكنقليوه في القليل من الزيت النباتيه باش ما كيجيناش مشرب الزيت وكيجينا مقرمش. من بعد كنقليو لي فخيت في الزيت النباتيه. كان في الاول كنعملوا لها نفس الطريقه اللي عملنا الباذنجان، كنضعها في اناء به ماء، كنرشو عليها شويه الخل، كنخليوها تبقد شويه، كنصفيوها. من بعد كنقليوها في الزيت باش كتعطينا هذيك القرمشه ديالها. والتاكوس راه كيجي رائع بلي فخيت، حيت لي فخيت بلا تاكوس بلا لي فخيت ما كيجيش مزيان. وكنوضعوها في صحن به مناديل ورقيه اللي كتساعدنا على ازاله هذاك الزيت، ما كتبقاش لي فخيت مزيته بزاف. وكنتقلو باش كنطيبو لدند، كنقليو في قليل من زيت النباتيه، قليل من زيت المائده، القليل من الثوم، الملح والابزار، وكنستمروا في تحريك لدند على هذا النحو باش كيتحمروا لينا الحبات ديالو. كنستمروا في تحريك على هذا الشكل يمكن نضيفوا ليه ملعقه صغيره من المايونيز، كتعطيه نكهه رائعه وكتبقى حسب الاختيار. بعدها كنتقلو باش كنطيبوا الكفته، كنضيفوا القليل من الزيت النباتيه، الملح والابزار، كنصمروا في التحريك على هذا النحو، كنضيفوا القليل من زيت المائده والقليل من زيت الزيتون حسب الاختيار، وكنصمروا في التحريك حتى كتطهو لينا الكفته. هذا كنضيفوا القليل من زيت الزيتون، الزيت الطبيعيه،
هي صحية وكتبقى حسب اختياركم. كنضيفوا القليل من الثوم، انا نسيت ما ضفتوش في الاول، وكنستمروا في التحبيك حتى كطيب. بعد ذلك كنتقلوا باش كنشحبوا البصل، كنضيفوا له هو القليل من الملح والابزار والقليل من الزيت. وكنستمروا في التحبيك على هذا النحو حتى كتشحر لنا البصل ديالنا حتى كيدبل مزيان باش كيعطي مذاق رائع. بعد ذلك كنمشيو باش كنحضروا لاصوص ديالنا اللي خدينا جوج حبات ديال الطماطم قسمناهم وطعناهم في طحان مولينكس وطحناهم مزيان مع القليل من الماء. من بعد كنوضعهم في مقلات، كنوضع عليهم قليل من الزيت النباتية، قليل من زيت الزيتون، الملح والإبزار. أنا لاحظتو في التوابل كنستعمل فقط الملح والإبزار، ما كنستعملش تتبيلة أخرى باش كتجي لينا مذاق زوين وما كيجيش مجهد. إذا كنخليوها بضع دقائق فوق النار حتى كتشحر حتى هي. بعد ما ساعة من الزمن كناخذ العجين ديالنا اللي ارتاح مزيان، كنرشو طاولة العمل بالقليل من الدقيق أو الفوص، كناخذ مدلك وكنشبعو بدلك العجين. إذا كندلكوه على هذا الشكل وكنستمروا في الدلك على هذا الشكل، كنستمروا في الدلك حتى كنحصلو على دائرة. لاحظتوا العجين كنلعبوا بها كما بغينا حيت رطبه جدا. كنفرشوا لها الدقيق مزيان، كنبقاو نقلبوها باش ما كتلصقش لينا. وكنستمروا في الدلك الى حين الحصول كما قلت لكم على دائرة. اذا حصلنا على دائرة على هذا الشكل. الى لاحظتوا معايا الدائرة او العجين فيها بقع صغيرة، كما قلت لكم كنحصلوا على عجينة رطبة جدا، كنلعبوا بها كيما بغينا، سلسة كتسهل علينا الدلك ديالها وكذلك الطياب. اذا كننتقلوا الان باش كنطيبوا العجين ديالنا فوق نار مهيلة. بعد ما كنكون سخنا المقلاة، يعني كنطيبوها فوق نار هادئة كما سبق الإشارة إليه، وكنستمروا في التحريك على هذا الشكل. هاد البقع الصغيرة اللي قلت لكم هي كتنفخ في المقلاة بعد الطهو، كنبقاو نحركوها من الفينة إلى الأخرى باش هكذا ما كتحرقش لينا حيت هي دغيا كطيب. نقلبوها الوجه الاخر مع الاستمرار في التحريك. بامكانكم انكم تخليوها بيضه يعني ما تحمرش على هذا الشكل، انا مع ذلك ما تهرست ليش. وحنا كنطيبوا في الاولى كنمشيو كندلكوا العجينه الثانيه الكره الثانيه حيت هو دغيا كيطيب. كنستمروا في التحريك وكندلكوا على ما كطيب الاولى، كنحطوا الثانيه باش كنطيبوها. نفس الشيء كيطلعوا بقع، ملي كنستمروا في التحريك كنديوهاش فيهم حيت هذوك هما السيف ديال خبز تاكوس. كنقلبوها كما العاده الوجه الاخر، كنستمروا في التحريك
الى حين طهو. هكذا كنصمم في الطاو العجين واحده تلو الاخرى الى حين كنكملوهم. من بعد باش ما يتهبش لينا الخبز تاكوس كنوضعوه في بلاستيك غذائي وكنوضعوا عليه منديل، كنفرشوا منديل وكنوضعوا بلاستيك غذائي وكنحاولوا نخشيو فيه يعني عجينة التاكوس من بعد ما عجينة الخبز ديال التاكوس من بعد ما كطهو لينا باش هكذا ما كيتهبش. اذا كما قلت لكم كنفرش منديل وكنوضع فوقه بلاستيك او بلاستيك غذائي وكنغطي بالبلاستيك اولا عاد كنغطي بالمنديل. هكذا هاد الطريقه كتمكننا باش ما كيتهبش لينا الخبز ديال التاكوس. فاش كنديروا فيه الحشوه اولا الحشوه يعني كنلعبوا به كما بغينا ما كيتهبش نهائيا وكيجينا بالطب. فوالا كنغطيو على هذا الشكل وكنخليو، وكل ما كطيب وحده كن نضيفوها وكنعاودو نغطيو باش كيبقى مزيان. اذا هذا هو الشكل ديال الخبز تاكوس من بعد ما كيطيب، من بعد ما غطيناه كيجينا رطب جدا ومرن وكيسهل علينا اننا نخدمو به نديرو فيه الحشوه بدون ما يتهرس لينا. اذا هذه هي الحشوه ديالنا من بعد ما انهينا الطهو ديالها ومن بعد ما انهينا الطهو ديالها. تقدروا تستعملوا الحشوه اللي كتفضلوا واللي تشهيتوا. هنا درت لاصوص طماطم بعد ما حضرناها، الفخوماج محكوك، فخوماج مربع، هذه صلصه ديال المايونيز مع الثوم ومع الربيع كتجي هائله، البصل بعد ما شحرناه، لادانت والكفته بعد ما طيبناهم، ولي فخيت والباذنجان بعد ما قليناهم. ما تنسوش ترشوا فيهم الخل قبل ما تقليوهم قبل ما كتصفيهم. اذا نبداو على بركه الله حشو خبز تاكوس ديالنا. اولا كنبداو بصلصه الطماطم كندهنوها على الوجه، كندهنوها في الوسط اولا في جميع الاجزاء حسب اختياركم، تقدروا تدهنوها على السطح كله. بعد كنفرشوا حبات الباذنجان اللي كيعطي ذوق رائع. وكنضيفوا البصل اللي شحرناها حتى هو الذوق ديالو هائل. من بعد كنضيفوا الصلصه اللي حضرناها بالثوم والربيع والمايونيز، هي نورمالمون خاصه بالشاورما ولكن كتجي هائله في الطاكوس. كنصحكم انكم توجدوها، عندها طعم رائع جدا. من بعد كنفرشوا مربعات الفخوماج كنطويو كنوضعو في آلة تحضير لي ساندويتش أو لا في بانيني. طريقة الحشو كتبقى اختياركم حسب الشهوة ديالكم. إليكم طريقة أخرى أنا حطيت بها الحشو. أولا فرشت لاصوص طماطم على جميع السطح كله، جميع أنحاء السطح، كنحاولو ندهنوها مزيان. بعد ذلك كنضيفو مربعات الفخوماج، كنقسموها على زوج على حساب الشكل اللي غادي يشد لينا الطاكوس حيت كنركزوه الوسط. كنضيفو القليل من الكفتة حيث كنقسموا الحشوة على حسب القطع اللي عندنا، يعني خرجت لنا 13 قطعة من العجين. كنضيفو لادانت ثم نضيف البصل اللي سبق لنا شحرناه مع
القليل من الملح والابزار. طلعتو كما قلت لكم ما كنديرش توابل اخرى، فقط الملح والابزار، زيت الزيتون او زيت المائده. ثم نضيف الفخيت، البطاطس، وقطع الباذنجان على هذا الشكل. بعد ذلك اضيف في الجوانب لاصوص، صوص العجيبه اللي حضرت من ثوم وفابيع والمايونيز، وكنوضعوا الفخوماج محكوك من الفوق، وكنحاولوا نطويوها على هذا الشكل. ما كتقطع لناش العجين، لاحظتوا واخا الحشوه كتكون خارجه من الجناب سواء لي فخيت او الباذنجان او اي حشوه، وكنوضعوها في آلة بانيني على هذا الشكل، وكنضغطوا عليها من الفوق باش كيتباغي سالينا. كنقصوا درجة الحرارة في الأول، وفي التالي كنوضعوها على حسب درجة الحرارة اللي مولفين كتسخنوا بها أو لا كطيبوا فيها المأكولات أو لي ساندويتش في البانيني، وتاكلوها بصحة وراحة. ومرحبا بكم في قناتي Learn and Apply، تعلم وطبق. وها هو الشكل ديال التاكوس ديالنا بعد ما طيبنا. انا وبيت لكم من الجوانب بزوج، ما تهبس ما والو، وكيجي سهل التحضير بطريقة سهلة جدا، وكيجي رائع المذاق. تاكلوه بالصحة والسلامة، ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتي Learn and Apply، تعلم وطبق. ما تنسوناش من الضغط على زر إعجاب وتفعيل الجرس باش يوصلوكم الجديد ديالي. مرحبا بكم وشهية طيبة.